اهتمت الدولة بقيادة الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية بملف تطوير منظومة النقل باعتباره أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية. وبلغت التكلفة الإجمالية للخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل بجميع قطاعاتها 1.957 تريليون جنيه، وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى نهاية عام 2022. وضعت القيادة السياسية ملف تطوير منظومة النقل كأولوية على أجندة مصر 2030 للتنمية المستدامة، فالنقل هو أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية بلا منازع. وخلال الفترة من عام 2014 وحتى نهاية عام 2022 بلغت التكلفة الإجمالية للخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل بكافة قطاعاتها بلغت نحو 1.957 تريليون مليار جنيه. وبالنظر إلى تفاصيل هذه الملحمة، شهد قطاع السكك الحديدية تطويراً هائلاً على كل المستويات بتكلفة مالية وصلت نحو 225 مليار جنيه، منها 53 مليار جنيه للوحدات المتحركة و105 مليارات جنيه لتطوير البنية الأساسية و50 مليار جنيه لتطوير نظم الإشارات و15 مليار جنيه لتطوير الورش وملياري جنيه لتنمية العنصر البشري. كما جار تنفيذ مشروع خطي مونوريل شرق النيل وغرب النيل لأول مرة داخل مصر، والذي يمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككي بالجار الكهربائي. ويعتبر مشروع المونوريل أحد وسائل النقل الجماعي الآمن والسريع وغير الملوث للبيئة. ويمتد خط مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كيلومتر بعدد 22 محطة. ويهدف المشروع إلى ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقاً وتوفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب. الهدف من المشروع هو تسهيل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لاتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد ومع LRT في محطة مدينة الفنون والثقافة. ومن أهم أهدافه أيضاً هو العائد الاقتصادي نتيجة لتوفير استهلاك الوقود وخفض معدلات التلوث البيئي وخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسة وجذب نسبة من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة، بجانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وفرص عمل دائمة في مرحلة التشغيل. وفي مجال الطرق والكباري، بلغت إجمالي الأطوال المنفذة في المشروع القومي للطرق نحو 5800 كيلومتر من إجمالي 7000 كيلومتر طرق جديدة مخطط إنشاؤها، فيما بلغت إجمالي الأطوال المنفذة في المشروع القومي للطرق نحو 7800 كيلومتر من إجمالي 10000 كيلومتر مخطط تطويرها وازدواجها من شبكة الطرق الحالية. وبالنسبة لمحاور النيل، فقد بلغ إجمالي عدد المحاور التي تم تنفيذها 51 محوراً، بينما بلغ إجمالي عدد الكباري العلوية والأنفاق المنفذة نحو 2415 كبري ونفق. وتم الانتهاء من تنفيذ طرق ضمن مبادرة حياة كريمة بإجمالي أطوال بلغ نحو 253.5 كيلومتر، منها 186.5 كيلومتر في الصعيد و97 كيلومتر في الدلتا من إجمالي 2800 كيلومتر جار تنفيذها بتكلفة تقدر ب 12 مليار و861 مليون جنيه. وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة تقدر ب 43 مليار و100 مليون جنيه،
بينما بلغ إجمالي تكلفة المشروعات الجاري تنفيذها نحو 716 مليارا و100 مليون جنيه. هذه الطفرة التي شهدها قطاع النقل ساهمت بصورة فاعلة في تطوير المنظومة والارتقاء بجودة خدماتها ليتحقق أعلى معايير الأمن والسلامة فيها.